استاذ عصام. استاذ عصام من المنوفيه اتفضل. استاذ عصام اتفضل. يا استاذ عصام وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عصام. استاذ عصام مع حضرتك. سامع حضرتك؟ حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك دلوقتي. اتفضل يا فندم. والله يا شيخ انا عندي سؤالين هسالهم لحضرتك مره واحده وهقفل وانتظر من حضرتك الاجابه عشان ايه افهم من حضرتك الاجابه على قدر المستطاع. يلا اتفضل يا فندم. السؤال الاولاني بالنسبه، انا والدتي متوفيه، كانت مريضه وتوفت، توفاها الله. فانا المفروض ان انا ليا ميراث والدتي عند اخوالي، هل من الحق انا ليا حق ان انا اطالبهم بهذا الميراث على الرغم ان والدتي توفت، ولا ماليش حق؟ واذا هم واذا ليا حق وهم رفضوا يدولي، من حقي ان ارجع للقضاء او مش من حقي؟ ده طيب. السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، معلش، انا مع زمايلي في الشغل، في ناس في زمايلي في الشغل بيعملوا مثلا حاجات مش كويسه او بيعملوا حاجات في العمل محدش يتقبلها مثلا، او حاجه ممنوعه او حاجه غلط. فانا لما بيجي مسؤول يسال مين اللي عمل كده او مين اللي تسبب في كده، فبيجي يوجه لي انا مثلا السؤال، فانا ما برضاش اجاوبه او اقول يعني السؤال اللي هم بلدي كده انا ما اعرفش. استاذ محمد، استاذ محمد، انا عليا وزر من هذا الكلام ولا المفروض ان انا اقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا؟ استاذ عصام، فاهم احنا كمجتمع شرقي او بالنسبه للاشخاص المصريين او كمثلا مجموعه في العمل هيقولوا عليك ان انت مثلا انسان مش كويس، انت بتنقل الكلام، انت فانا بتجنب كل هذه بكل هذا الكلام. هل من حقي انا كده عليا وزر لما يجي يسالني مسؤول اقول له مثلا فلان اللي عمل، هل كده انا عليا وزر او ما عليش وزر؟ استاذ عصام، سؤال، اللي بيعملوه ده شيء خاص بمخالفات خاصه بيهم ولا ده نظام العمل بيمنعه؟ يعني لا، نظام العمل بيمنعه. طب نظام العمل بيمنعه دي رشوه مثلا؟ لا مش رشوه ولا حاجه، مثلا بيبوظوا حاجه في الشغل، بيكسروا في حاجه معينه المفروض هم معاهم شغل معين يخلصوه مثلا. يعني سؤال، انت رئيسهم في الشغل؟ حاجات من القبيل ده يعني. يا استاذ عصام، انت رئيسهم في الشغل؟ لا، انا نائب، انا يعني انا المسؤول عنهم. يعني انت مديرهم. انا في مسؤول عليا، يعني انا مسؤول عنهم وفي مسؤول عنهم بيحاسبني ويحاسبهم. كويس، يبقى احنا دلوقتي يبقى هم انت بتتسأل على سبيل ان انت وكأنك بتعمل تقييم لشغلهم وتقرير عن شغلهم، صح كده؟ بالظبط كده. فانت بتسأل اننا لو سئلت فاخفيت ده او صمت، هل اكون آثم؟ ستكون آثما. طب اذا بالزبط. انت عندما سئلت هل هم اجادوا او لم يجيدوا وانت بتطبق المعايير، لو انت قلت ان فلان اجاد وفلان ما اجادش، ده واجب عليك شرعا، لان ده نوع من انواع الشهاده. لازم نعرف كده، احنا في الشغل يا ساده عندنا عملنا ليها تكييف شرعي. انت اذا سئلت عن ايه اللي فلان عمله وايه اللي فلان ما عملوش وانا مسؤول عنه وبكتب عنه تقرير اداء، ده اسمها شهاده، ولا يجوز في الشهاده ان الواحد يعمل ايه، يزور هذه الشهاده او يكذب في هذه الشهاده. يبقى ايه اللي حاصل؟ كتير من الناس بيختلط عليهم الامر. انا لو مسؤول والامر ده تحت ايدي وواحد عمل مخالفه وانا استطيع ان انا اصلح المخالفه دي، اصلح المخالفه دي واتجاوز عنه. لكن اذا سئلت فيجب ان اجيب بالصدق. اذا سئلت فعليك ان تجيب بالصدق، لانك اذا لم تجب بالصدق في الحقيقه فانت خنت الامانه. كنت الأمانة وأنت يجب عليك أن تشهد بالصدق. يبقى واضحة المسألة؟ لو أنت حاجة أنت تحت إيدك، هو أخطأ، يجوز أن أنت تتجاوز وتعلمه وتغير ده. لكن أما وإنك أنت سئلت فعليك أن تجيب بصدق، لأن دوت واجب عليك شرعا. نعم. السؤال الثاني بتاع الميراث بقى بتاع خال حضرتك. لا، من حقك أن أنت تطالب بالميراث، من حقك ان انت تطالب بالميراث. بالعكس، مطالبتك بالميراث دي ممكن تحل مشكلات هتحصل في الاجيال اللي جايه، فانت عليك ان انت تطالب بالميراث. طب وليك ان انت تذهب الى القضاء؟ لك ان تذهب الى القضاء. هل كده انت مش ابن اصول؟ لا، اللي مش ابن اصول هو اللي اخذ الميراث ومنعه ومنع حق الناس. مش هتكلم بقى عن منع حق اليتامى، مش لازم يعني عشان يمنع حقهم لازم يكونوا، لازم عشان يبقى آثم ان هم يكونوا يتامى. منع حق الناس واكل اموال الناس بالباطل هذا اسم وظلم،
والظلم كبيرة، فعليه أنه هو يرد الميراث لصاحبه. فإذا هو ما ردش الميراث لي أن ألجأ إلى القضاء؟ نعم لي أن ألجأ إلى القضاء.